دي فاهم؟ المشترك ده ما حدش يشوف بقى، مش خلي بالك بقى لما يفصل الموبايل ولا ايه؟ يفصل يفصل ليه؟ ما يفصل تصوير يفصل يعني كل نص ساعة بيفصل. ركز بقى معايا يا وحش، هنحل 95 سؤال. بس مندي ايه يا باشا، عايزك بس تراجعنا على حسب بتاعت البوست تراك مش داخله بلا سبب. لا هو باين بسرعه بقى. طب يعني انا دلوقتي على الهوا كده؟ طب بيني وبينك عندي امتحان بكره. لا والله عندي موديول 2. انت وشيوان؟ احسن من بكره باشا. على فكرة في كراسي فاضية هنا نسينا ده عشان بص يا رجالة مبدئيا كده أذكركم باشا بدأت تسجيلك؟ أيوه. طيب بص يا رجالة، طبعا أذكر حضرتك لما كنا بنتكلم على الإنترنت لان كونكشنز كان عندنا نوعين من الكونكشن أو ثلاث أنواع من الكونكشن. كان في الاجهزه النتورك ديفايسز، النتورك ديفايسز يا رجاله كانوا نوعين، حاجه اسمها دي تي يعني داتا تيرمينال اكويبمنت، وحاجه اسمها دي سي يعني داتا كوميونيكيشن اكويبمنت. وكنا بنقول ان دي تي يعرض 1 هو اي ديفايس بينفع ليها 3 وانت، وان الدي سي هو اي ديفايس بيفهم ليها 200 وانت. كلام سليم. يعني زي ايه دي سي؟ يعني زي الراوتر وزي البي سي وزي السيرفر. طب وزي ايه دي سي؟ زي سويتش وزي البريدج وزي الهاب وزي النوت. كنا بنقول ان الكونكشن يا جماعه حاجه من اثنين، اما كروس. يعني ايه كروس؟ لو انا عندي جهاز دي تي وعندي جهاز دي سي، لو اوصل جهازين من نفس النوع يعني الاثنين دي تي، يبقى الحاله دي الوصله اسمها كروس اوفر كيبل. لو اوصل جهازين دي سي اي يبقى في الحاله دي الوصله كروس اوفر. لكن لو اوصل واحد دي تي اي واوصل واحد دي سي اي يبقى الوصله ستريت. ليه؟ لان طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان دي تي اي بيترانسميت على بنيه رقم 1 و2 ويرسيف على 3 و6 والدي سي اي بالعكس تماما. حلو؟ حد عنده مشاكل في النقطه دي هيجي عليها بتاع 5 6 اسئله بس. كان في نوع ثالث من الكابلات في الدال، احنا قلنا عندنا الكروس والستريت وحاجه اسمها الرول. قلنا ايه هو الرول اوفر؟ هو الكابل بديل الكونسول. لو الكونسول ضاع بنعمل كابل اسمه رول من الطرفين ار جي بس البنات مقلوبه، يعني 1/8 و2/7 و6/5 وصوان، واقوم جايب له كونفرتر ياخد الار جي ميل يدخله في ار جي في ميل ويطلع لي الناحيه الثانيه دي بي 9 بين دي ميل، يقوم راكبينهم في دي بي 9 بين ميل ويقوم مطلع لي يو اس بي هكونفجر. كلام سليم. طيب يلا يا ريس نبدا حل الاسئله. طبعا ده الباسكو شور 640 802 اللي اسئله 220 موجوده منه كابي بس. بص يا وحش، اول حاجه حاول بعد كده ما تطلعليش الاجابه. فور ويتش تايب اوف كونكشن، فور ويتش تايب اوف كونكشن شود ا ستريت ثرو كيبل بي يوزد.
الستريت ثرو يعني ما بين جهازين مختلفين صح؟ واحد دي تي واحد دي سي. اوصل له سويتش مع سويتش؟ لا ده كروس. سويتش مع هاب؟ لا ده كروس. سويتش مع راوتر؟ اه لان سويتش ليها اثنين فهو دي سي وراوتر ليها ثلاثه فهو دي تي. طيب هاب مع هاب؟ هاب مع هاب مع هاب؟ دي سي مع دي سي. لا لانه الاثنين دي سي يبقى كروس. راوتر مع دي سي؟ لا لانه الاثنين صح. يلا يا جماعه كام سنه؟ Which type of cable is used to connect to the COM board? بص يا ريس لما في الاسئله تلاقي كلمه كوم لما تلاقي في الاسئله كلمه كوم او كلمه كونسول او كلمه سيريال الثلاثه دول نفس المعنى. الكوم بورد بتاعت البي سي بيقولوا عليها الكونسول وبيقولوا عليها السيريال بورد تمام. يبقى لما اقول لك Which type of cable is used to connect the COM board of the host to the COM board of the router or switch. يبقى كام نوع ايه؟ رول اوفر. برافو. رول اوفر رولد لان احنا كده داخلين نعمل ايه؟ داخلين نعمل كونفجريشن. الكوم هو السيريال يا فاطمه يا هو السيريال يا شيماء هو الكوم. اللي بعده الرول اوفر هو بنسميه كوم. طيب وقت ذا فيرست 24 بت ان الماك ادرس كور. الماك ادرس على ما اذكر كان 48 بت او 24 و24 او 12 هكسا 6 و6 او كم بايت؟ 8 8 8 و64 6 6 بايت 3 و3. الجزء اللي الناحيه دي اللي هو الموست سيجنيفيكانت بت ده كان اسمه ايه؟ او يو اي يعني الاورجنايزيشن يعني ده اللي بيعرفه الكارت ده مين الشركة اللي صنعها. كلام سهل. كويشن 4 ايه الايثرنت نتورك؟ بص الايثرنت نتورك دي تشمل لير 1 ولير 2 تشمل هاب وسويتش. هو السويتش فيها كام؟ لير 2 ايه البروتوكول اللي شغال فيها في اللان؟ ايثرنت. طب والهاب في لاير كام؟ 1. ايه البروتوكول اللي شغال في لاير 1؟ الايثرنت. فلما اكلمك عن ان ان ايثرنت نتورك يبقى اقصد بيها نتورك فيها سويتش اه مش مشكله. ان ان ايثرنت نتورك اندر وات تو سيناريو كان ديفايس ترانسفير؟ انا بيتهيألي ان هو كده اميل السويتش ولا الهاب؟ هو في كونديشن عشان تبعت لو انت على سويتش؟ لا. ليه؟ اصل السويتش بيشتغل فول ديوبلكس عادي نبعت واستقبل في نفس اللحظه. ولكن مين اللي بيبقى فيه كونديشنز عشان اترانسميت؟ الهب. ليه؟ لان الاجهزه اللي هتشتغل هب دوبلكس يعني يا بترانسميت يا بتريسيف. يبقى شكله ميال للهب. طبعا نتورك فور اول ذا جروب بتاعك. نكمل. لا مش ده اللي رفعه والله ما انا اللي رفعه على انا اللي كنت منزله من عند الحساب لقيته مرفوع للحساب بتاعك. امتى اقدر ابعت ايه هو السيناريو او التو كونديشنز للسيناريو ده؟ وانت ريسيف سبيشال توكن عشان لو انت بتوصل على هب بايثرنت نتورك لازم عشان تترانسميت تستقبل سبيشال توكن ولا وين ذير از ان كارير لما يبقى في كارير ولا وين ذي ديتكت ان هو اندر ديفايس ار سنتنج. لان الهب هب يوبكس يبعت يستقبل ولو بعت واستقبلت في نفس اللحظه لا يبقى انا بهزر. خش يا بيه في الاسئله. يا بيه ايه اللي اخرك؟ تيجي منين؟ تمام؟ وين ذي ديتكت ان اذر ديفايس ار سندنج صح؟ ما ينفعش ابعت لما يبقى في حد تاني بيبعت لان الهب هب ديوبلكس لانه من جوه هو كله وان شانل. فلو واحد بعت وواحد تاني جه يبعت الداتا هتخبط في بعض جوه الشانل دي فبالتالي ما ينفعش يبقى لازم فعلا. طب حد فاكر كنا ازاي بنتاكد ان نو اذر ديفايس ار سندنج حاجه اسمها ايه؟ كارير سنس وين دي ديتكت نو اذر هوست ار سندنج صح؟ بس هو بيقول لك تشوز تو وانت بيجي بيز ايدل يعني ايه ايدل؟ فاضي صح؟ لما الوسط يبقى فاضي اقدر ابعت. طب هو انت سيرفر جرانتس اكسس لما السيرفر يضمن لك انك تبعت هو مفيش شيء يعمل قول يا باشا هو دلوقتي
كلام سليم، بس هو اللي يقول لك ايه هو الكونديشن علشان يتحقق سيناريو الترانسفير. لو انت متوصل على سويتش مفيش كونديشن غير الترانسفير، بعد وقت ما انت عايزه، لانه شغال بحاجه اسمها دي كيت باس، لان الناس اللي متوصله على سويتش بتعمل في الهارد في الفول ديوبتكس ابعد وسبب ان في مشاكل. لكن امتى بيبقى فيه كونديشن؟ لما يبقى هاب. تمام، الهاب هو اللي بيخليني اعمل كونديشن. باشا انت ممكن تيجي هنا على فكره. اقعد قدام ليه؟ انت ما عملتهاش في الكليه. حد عنده مشاكل في هذا الكلام؟ خالص؟ كنا في كورس مش متكلمين بيه تاني، وبرضه كان الناس عندها نفس المبدا. لا الصف الاول ما عملوش، كلهم قعدوا في الصف الثاني والثالث والرابع، قام شايل الصف الاول الكراسي خدناه بره وجربت له، سايبين بحاره بيني وبينه. يبقى الاجابه سي والاجابه كام يا رجاله؟ كويستشن خمسه، ويتش تو بينفيتس ايه البينفيتس ار بروفايدد باي يوزنج هيراريكال. السؤال ده انا ما حلتوش مع الناس، لان ساعتها ما كنتش شرحت بوز كده. هو سؤال انتروداكشن بس دي فكره بتاعه الهيراركال ديزاين اللي هو النظام الشجايب. يقول لك وات تو بينفيتس ار بروفايدد باي يوزنج هيراركال ادريس ذات وان ادريسنج سكيم. يعني ان الاي بي هات تبقى متوزعه بنظام شجايب. هقول لك على حاجه، انتوا حضرتوا الاوز اف صح؟ المالتيبل اريا. قلنا ان الاوز اف المالتيبل اريا كل اريا بتعرف تفاصيل نفسها وبتبعت سمري للاريات التانيه. هي دي ميزه الهيراركال عموما. اقول لك برضو يعني ايه توضيح اكثر شويه. الاي بي فيجن 4 لما جه يتعمل ما كانوش متوقعين ابدا ان هل النتورك هيكبر الحجم الكبير قوي ده. فمثلا حد حابب ياخد مثلا 192 168 10 سلاش 24 في القاهره تتابع، واحد تاني عايز ياخد 192 168 00 سلاش 24 في انجلترا تتابع، واحد عايز ياخد 192 168 20 في دبي حلو، واحد عايز ياخد 30 سلاش 24 في جنوب افريقيا اتهال. اي حد عايز حاجه تهاله خلاص، لان ما كانش متوقع ان ده هتكبر قوي 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 كده. لما كبرت قوي فوجئ ان في كارثه. اللي عايز يروح ل 192 168 واحد كذا دي موجوده في الناحيه الفلانيه، اما كذا في الناحيه الفلانيه، اما كذا في الناحيه الفلانيه، اما كذا في الناحيه الفلانيه. فبقى يسجل في الراوتنج تيبل كل المعلومات دي. لكن لو هو كان ذكي واتخذ مبدا الهيراركال ديزاين من الاول، كان قال لك اي 192 168 هديها مثلا في افريقيا. طب ودي تفيده فين؟ دي تفيده ان هو يقول ان 192 168 00 سلاش 16 يعني اي حد 192 168 موجود في افريقيا. لكن لما عمل كده ما يقدرش، لان 192 168 1 0 في مكان، 0 0 في مكان تاني، ما يعرفش يعمل سمري، ما يعرفش يلمهم. فلازم يتعلم كل حاجه. خد يا باشا الكورس بتاعي يبقى عملية الهيراركال ديزاين انك انت تمسك الاي بي هات من البدايه وتوزعها. اقول لك ليه بص، فعمليه الهيراركال ديزاين دي انك تمسك شبكه كامله وتقطعها، ولما تيجي توزع توزع بتنظيم علشان تقدر تسامورايز، بدل ما كل واحد في مكان لا تقول ان كل دول في المكان اللي فوق. معايا كده يا رجاله؟ طيب يبقى ايه هي البنفيتس اللي بقدر استفيدها من الهيراركال ادريسنج نتورك ادريس ديزاين؟ اول واحده، اول حاجه بيقول لك الريديوس راوتنج تيبل انتريز. عم عادل بص ايدك. لا عم عادل كراسي يا عم ليش واقف في الزيت ايه؟ في كراسي هنا اهي. في كراسي هنا اهي.